خلينا الأول نتوقف عند تصريحات وزير الداخلية في هذا اليوم التي أجملت بعض الأحداث المتعلقة بأعداد الضحايا والخسائر اللي حصلت امبارح. تناولت أيضا قضية مهمة أشعلت الرأي العام في عشية الاحتفال ب 25 يناير وهي ملابسات مقتل السيدة الشابة شيماء الصباغ وما أكد عليه الوزير من التزام الوزارة بالتحقيق في الأمر. خلينا نشاهد بعض ما جاء في المؤتمر الصحفي. بداية أنا بعتذر لحضراتكم على التأخير، ده كان بس سبب، بس كان في عبوتين في المطرية فكنت بس بتابع التفكير ده. حبيت ان انا التقي بحضراتكم عشان نشرح ما حدث بالامس. اطلق تنظيم الاخوان الارهابي والموالين له منذ فترة دعوات للحشد والعنف في ذكرى ثورة 25 يناير لتعكير صفو احتفالات الشعب المصري بذكرى الثورة واثارة الفوضى بالبلاد، واعدوا لذلك بعض المخططات اعدوا لها في الفترة الماضية. بدأوا في تنفيذ بعض العمليات التخريبية بعد صلاة فجر 25، تمثلت في تفجير بعض أبراج ومحولات الكهرباء، حرقوا بعض مكاتب البريد وغرف التليفونات، تعدوا على بعض عربات السكة الحديدة. في مركز سان نورس في الفيوم الأهالي عاونوا الشرطة، في ضبط 2 من العناصر الإرهابية كان معاهم أسلحة آلية وذخيرة أثناء قيامهم بمحاولة إحراق بعض المحولات. الأهالي في منطقة أبو زعبل ضبطوا شخص أثناء محاولته وضع عبوات نسفة عند نقطة شرطة أبو زعبل في الخنكة، واتضبط معاه 4 قنابل و8 زجاجات مولوتوف و12 قنبلة مسمارية.